الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله أول بلا بداية، الحمد لله آخر بلا نهاية، الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه، الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه، الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه، الحمد لله العلي الأعلى، الحمد لله على العرش استوى، الحمد لله له الأسماء والصفات العلى، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية، الحمد لله أعاننا على صيام رمضان، الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن، الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات، الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وأليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا،
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا واحتسابا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم أكرمهم كما أكرمونا. اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم إلهنا من كان منهم حيا اللهم أطل عمره في طاعتك. اللهم أطل عمره في طاعتك. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واجعلهم من الراشدين. إلهنا إلهنا من كان منهم ميتا رهين عمله في قبره رهين عمله في قبره. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأقاربنا من النار. اللهم اعتق رقابنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
حسناتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.